صلا صلا صباح الخير. صباح الخير. من الاول تخاف موزيكا وريت بعدك تفرح الموزيكا فهمت كيف بعد انت ما كلتك اسمها يخوف اما هي بنينه هي باش شي باش طيب لنا اليوم اسمها تخوف اليوم باش نطيبوا مثاومه بالكرشه سامحني ديت ما تخوفش مثاومه بالكرشه انت تسمع كشك هاو نهار بدا شريان بنينه يا نار عليك مثالش اي نعطيو كل ميكروفون قول لنا شنو مثاومه بالكرشه وشنا باين نعطيكم المقادير 700 غرام كرشه 50 غرام حمص 6 فصوص ثوم 4 مغارف زيت مغرفة خل مغرفة طماطم معجونة نص مغرفة هليسة نص مغرفة تابل نص مغرفة فلفل زينة بصلة فلفل أكحل وملح الطريقة حشيكم شوي حشيكم ملح أي حشيكم أي ملح حشيكم الطريقة نغسل الكرشة نفوحوها نعطيك كيفاش تغسلوها الساعة البنات والعرايس الجدد يسخنوا الماء حتى لين يغلي ويطفيوا عليه النار ويحطوا فيها الكرشة ويخرجوها مدة دقيقتين يخليوها صعبة دقيقتين ويحطوها فوق الرخامة ويقرقشوها تخرج بيزا كيف الحليب يفوحوها بالتابل والفلفل الأكحل والملح ويحطوها تتقلى في الطنجره مع البصله والثوم الثوم يحطوش الكل خاطرش نستحقوا له في الاخر اه يا باهي نضيفوا لها الطماطم والهريسه والفلفل الزينه والحمص ونمرقوها خليوها تغلي سله سله على نار هاديه مده ساعه ونص وقت اللي نلقاو الكرشه طابت نحطوا لها اكل الثوم اللي خليناه والخل ونخليوها تغلي حتى تخسر الصلصه وتقف على زيتها سيبه والله صعبه مدام سمحنا صعبه سهله والله سهله ونقدموها سخونه وتاكلوا بالشفاء.